زين يا جماعة الخير، عندنا شنو؟ وقف الأيتام بالبلد الحرام. الله أكبر عليك يا إكليم ذكي. وقف الأيتام بالبلد الحرام 300 سهم في هاليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم فضيل، يوم مبارك، كل شيء فيه مضاعف، هو عيد الأسبوع، صح ولا أنا غلطان عبد الله؟ هو عيد الأسبوع والأيتام لهم حق علينا. فيا أخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات، وقف الأيتام بالبلد الحرام، لو أسأل كل شخص فينا الآن غير هم المركز الأول اللي عندهم وهم من اللي يفوز ومن اللي بياخذ أي شيء، همهم أنه يكتمل هذا الوقف. لا تقولون ليش، لأن تخيلوا كل فلس قاعد يدخل في أجر كل شخص فيهم، لأن الدال على الخير يا شباب إيش؟ كفاعلة. وإحنا لازم ندل على الخير، لأن هذا نهج الأنبياء ونهجنا إحنا بإذن الله، إحنا نمشي عليهم على نهج على نهجهم صلى الله عليه وسلم. فلما يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم وعلى الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لما يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، فما أعتقد أن 300 ريال نحطها فيها الحساب بتنقص من فلوسنا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص ماله من صدقة، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لما نقول وقف الأيتام بالبلد الحرام، يكفي أنه لليتيم، ويكفي أنه في أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، كل شيء فيها مضاعف. وأيضا لو أنك تتبرع فأنت في يوم الجمعة، فهل في أعظم من هذا الشيء؟ فيا أخوانا وأخواتنا المتابعين والمتابعات، أذكركم بقوله سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والمال مال الله سبحانه وتعالى، هو اللي يعطاك إياه وهو اللي يقدر يأخذ منك في غمضة عين، لأن ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. عسى ربي يبدل أحوالنا من خير إلى خير يا رب، قول آمين. ودام الوقت حين مبارك.